السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف لو احنا عندنا تكست بالشكل دوت. تمام، هبدأ احط هنا مقالة او كتاب، اقول له بليس، اقول له مثلا دوت، هو بيبدأ يدخل الكتاب. لاحظنا ان الحروف مقلوبة وفيها مشكلة. طيب ممكن نتحل بان انا اجي على طيب واقول له كنترول مع فيل ويز بليس هولدر تكست. هو شايف انها رومان، هقول له لا دي ارابيك، فبيبدأ ينظمها بالشكل الجميل دوت. تمام، طيب دلوقتي انا هبدأ اعمل بعض الاعدادات للتكست. تمام، فباجي من اوبجكت بقول له تكست فريم اوبشن. تمام، بيقول لي انت دلوقتي هعمل انا افعل بريفيو بحيث ان اي حاجة اعملها تبدأ تظهر معانا على طول. تمام، هو هنا بيقول لي انت عايز كام كولوم، هو هنا كولوم واحد، فممكن اقول لا 2 كولوم، فيبدأ يعمل لي المقالة الاولى وتكملتها بالشكل دوت. تمام، الجدر بتاع قد ايه، المسافة قد ايه، تمام اللي هي المسافة ديت. طيب انا عايز اسيب سبيس في الحواف ديت اللي في الجنب، فهبدأ طول ما انا دايس هنا يبقى الاربعة بيتغيروا في نفس الوقت، فببدأ اغير، فبتلاقي في زي هامش كده ظهر في جميع الجوانب بالشكل دوت. تمام، انت عايز المحاذاة اللي بتبقى للتوب ولا للسنتر، تمام ولا للبوتوم. تمام، المحاذاة بتاعتك تبقى من منين. لو انت عايز تعمل اجنور للتكست راب، ودي طبعا مهمة لو انت بتتكلم انجليزي، انت بتكتب انجليزي. تمام، برضو لو انا عايز اكتب بموضوع الاعمدة دوت، عايز انظم الصفحة بدل ما هي جزء واحد، ممكن اجي هنا من لاي اوت مارجن اند كولومز، بقول له قسم لي الصفحة لجزئين او ثلاثة بالشكل دوت بحيث انها تبقى منظمة. تمام، اوكي، هنا عايز ال الحواف بتاعتك، الخطوط دي مجرد بس ايه، مساعدة في تنظيم الصور والكتابات، بس ساعة الطباعة او ساعة التصدير ما بتظهرش معايا. تمام، فانا بس ايه بنظم الشغل بتاعي بالشكل دوت.